فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى التحوية. ونحن في التحوية بنتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسح على الخفين، يعني من الاعتقاد المسح على الخفين. يتعجب المرء هنا إلى إدخال المسح على الخفين في الباب الاعتقاد، وأن المسح على الخفين من الأحكام العملية. فلما أدخلها المصنف في باب الاعتقاد؟ ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم أن يمسح على الخفين إذا أدخلهما طاهرتين يوما وليلة، ووقت المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. الملمح هنا لما أدخل المصنف المسح على الخفين في باب الاعتقاد، لأن هذا يخالف أهل البدع والضلالات. تميز أهل السنة والجماعة بهذا الأمر عن أهل البدع والضلالة. والمقصود بأهل البدع والضلالة هنا هم الروافض، لأن الروافض لا يقولون بالمسح، ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون بالمسح على الخفين. وفيه عظيم الباب الذي يتعلق بالعقيدة، وهو تمام التسليم. أصل الاعتقاد مبناه على التسليم، لأن أصل الاعتقاد في الغيبيات، وهذا يكون لسان حال المكلف: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمام التسليم هذا أعظم ما يكون. الله يشفيها يا رب، الله يشفي الأخت السجيدة، الله يشفيها يا رب. تمام التسليم هذا من أعظم ما يكون من أبواب الاعتقاد، وهو التسليم لرب العباد سبحانه جل في علاه. نعم، المسح على الخفين من الاعتقاد كما قلنا، وبابه باب تمام التسليم. ولذلك علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، لكان أسفل الخف بالمسح أولى من أعلاه. ولقد رأيت، شوف هنا التسليم التام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذه فيها دلالة على سعة الشريعة، وأن الشريعة ما تركت شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا وريدة إلا أتت بها. وكما قلت، ضابطها في الاعتقاد هو تمام التسليم لرب العباد، وهكذا العقيدة تمام التسليم لرب العباد. وآداب المسح: يمسح المقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلالهن. لما سئلت عائشة أحالت على علي بن أبي طالب، قالت: هو كان كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط لصحة المسح طهارة الرجل قبل إدخالها في الخف، ثم يمسح ويبدأ بالمسح، يبدأ التوقيت بالمسح. نعم، هذه جملة ما الكلام على لما أدخل المصنف المسح على الخفين باب الاعتقاد، كما قلت تغريبا على باب التسليم، ولأنها أيضا يعني تخالف الرافضة الذين لا يقولون بالمسح. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.